ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي والرسول: بعث الله سبحانه وتعالى على مر الأمم رسلا وأنبياء ليبلغوا عنه شرعه ويهدوا الناس إلى هديه ويعرفوهم بدينه وأيدهم بالمعجزات والآيات الدالة على أنهم مبعوثون من الله سبحانه وتعالى، وقابلهم كثيرا ممن بعثوا إليهم بالتكذيب والاستهزاء والتسخيف، وصدقهم وأيدهم قلة ممن بعثوا إليهم، لكنهم أدوا الأمانة وبلغوا ما أمرهم الله تعالى به، وتحملوا ما لقوا في سبيل التبليغ والدعوة إلى توحيد الله، وصبروا عليه. وقد تعاقب الأنبياء والرسل على الأمم في القرون السابقة لهذه الغايات، إلى أن ختمت النبوة والرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما هو المعنى اللغوي للرسول والنبي؟ الرسول: من رسل. الراء والسين واللام أصل واحد دال على الانبعاث والامتداد، وأرسل رسولا أي بعثه بأمر أو بشيء يؤديه، ومنه قول الله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فمناظرة بما يرجع المرسلون. وسمي الرسول بهذا لأنه مبعوث من الله برسالة مكلف بتبليغها. النبي: من نبأ، ومنه النبأ بمعنى الخبر، ومنه قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وسمي النبي بذلك لأنه أنبأ عن الله تعالى أي أخبر عنه، وقيل النبي من النبو أي العلو، وسمي النبي بذلك لمنزلته ومكانته العالية بين الناس. إذن فما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ يخلط البعض بين الرسول والنبي ولا يرون فارقا بينهما، وهذا من الأخطاء التي شاعت، والبعض يفرق بينهما بفروق لا تصح، كالقول بأن الرسول مأمور بالتبليغ أما النبي فلا، والقول بأن الرسول يوحى له وأن النبي لا، وكل ذلك لا يصح. والصحيح أن ثمة فارق دقيقا بينهما، وذلك قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. والشاهد من الآيات الكريمة أن لفظه نبي جاءت معطوفة على لفظة رسول، مما يدل على التغير والاختلاف بينهما، فلو لم يكن ثمة فارق بينهما لما ذكر معا ولكفى ذكر أحدهما. والفرق الجوهري بين الرسول والنبي هو أن الرسول ما أوحي إليه بشرع جديد، أي ديانة وشريعة جديدة كاليهودية والنصرانية والإسلام، أما النبي فلم يوحى له بشرع جديد، وإنما بعث لتقرير شرع من قبله من الرسل. وهذا يفيد أن الرسول أعم من النبي، إذ إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، حيث يوحى للرسول بشرع جديد علاوة على تقرير ما جاء به من قبله من الرسل والأنبياء، أما النبي فيقرر ويؤكد ما شرع قبله دون أن يبعث بشرع جديد. في ماذا يشترك الرسول والنبي؟ ثمة أوجه شبه وجوامع مشتركة بين الرسل والأنبياء بوجه عام، ومنها إنهم جميعا مبعوثون من الله، الله اصطفاهم واختارهم من بين خلقه من البشر، الإيمان بهم أصل وركن من أركان الإيمان وإنكارهم كفر، إنهم معصومون من الكبائر والمعاصي، والغاية من بعثهم هي هداية الناس وإصلاحهم. إن من الأنبياء والرسل من ذكر في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومنهم من لم يذكر. إن وظيفتهم التبليغ عن الله والدعوة إليه. في ماذا يتفرد الرسل والأنبياء عن سائر البشر؟ ميز الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه وخصهم بأمور لا تكون لغيرهم من البشر، ومن هذه الأمور الوحي. الوحي فقد خصهم الله تعالى بالإيحاء لهم بطرق الوحي المختلفة، مثل تكليم الله لبعضهم أو عن طريق الملائكة. ومن هذه الأمور أيضا العصمة، وتفيد أن الرسل والأنبياء دون سواهم محفوظون من الوقوع في المعاصي وكبائر الذنوب. وكذلك الرسل والأنبياء تنام أعينهم دون قلوبهم، فقد اختصهم الله بأن أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم، ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. الرسل والأنبياء يخيرون دون سواهم من البشر عند الموت. يخير الله تعالى رسله وأنبياءه بين الدنيا أو الانتقال إلى جواره، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير خير بين الدنيا والآخرة. وكذلك
فيما يميز الرسل والأنبياء عن باقي البشر أنهم لا يقبرون إلا حين يموتون، فالرسل والأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولذا دفن الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنه توفي في هذه الحجرة. وكذلك لا تأكل الأرض أجسامهم، الرسل والأنبياء تكريما لهم مهما طال الزمن وتقادم فلا تؤكل أجسادهم. من هم الرسل ومن هم الأنبياء؟ من الرسل والأنبياء من ذكروا في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وعدد كثير لم يذكروا اسمهم ولم يخبر عنهم، لقوله تعالى: ورسل قد قصصناهم عليكم من قبل ورسل لم نقصصهم عليك. ومن الذين ذكروا من الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه الله تعالى من قبيلته قريش إلى العرب والعجم كافة، وأنزل عليه القرآن الكريم. الرسول الآخر هو موسى عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه الله تعالى إلى فرعون وقومه وأنزل معه التوراة. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وعليه أفضل السلام، وقد بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل وأنزل معه الزبور. ومن الأنبياء، أما الأنبياء فالمعروف منهم الذين ذكرهم القرآن 25 نبيا، ولكن الرسول أنبأ بأن عددهم أكثر من ذلك بكثير، وأنه لا يعلم عددهم الحقيقي إلا الله عز وجل. ومنهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام، يوسف وأبوه يعقوب عليهما الصلاة والسلام، وقد جاء بيان قصتهم وإخوة يوسف في القرآن الكريم. وكذلك هناك هارون عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه الله تعالى إلى فرعون وقومه سندا وعونا لأخيه موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيدنا أيوب وذو الكفل وسليمان عليه الصلاة والسلام، والبقية من الأنبياء المذكورين في القرآن وغير المذكورين فيه، والذين لا يعلم عددهم إلا الله عليه الصلاة والسلام.